السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ معكم أخوكم سامر علي من قناة ستيجنكس. كنا تكلمنا عن الماكينة وتكلمنا عن نظام التوقيت، وقلنا إن إحنا ندخل من نظام التوقيت لنظام الشرارة ونظام البنزين. وعشان نظام البنزين هيكون متضمن مع نظام الهواء والموضوع شوية طويل ومعقد، فهبدأ بنظام الشرارة عشان نخلص منه. بعد كده الأسبوع الجاي نخش في نظام البنزين. نظام الشرارة هو النظام المسؤول إنه يوصل شرارة لحد السلندر أو بنسميها حجرة الاحتراق، واللي بنشوفه بيطلع شرارة دائما هو البوجي. فالبوجي بيوصل الشرارة. طب من فين بتوصل؟ بيكون راكب عليه إما كويل مباشر بالسيارات الحديثة، أو سلك بواجي واصل على كويل له كذا مخرج وده السيارات أقدم شوية، أو سلك البوجي هذا رايح لموزع أو ديستريبيوتر أو ديلكو زي ما بنسميه في العامية، والديلكو واخد الكهرباء من كويل خارجي. هذا في السيارات القديمة والسيارات الكلاسيكية. نبدأ بالنظام القديم، نظام كويل واحد له مخرج واحد على ديستريبيوتر أو موزع، الموزع له مخارج بعدد سلندرات السيارة، يعني لو السيارة 6 سلندر الديستريبيوتر له 6 مخارج، لو السيارة 4 الديستريبيوتر 4، لو السيارة 8 سلندر يعني الديستريبيوتر له 8 مخارج. الديستريبيوتر عبارة عن 3 مكونات رئيسية، عمود أو شافت، آخر ترس واصل في عمود كام عشان يعمل تزامن مع البساتم والبلوف في نظام التوقيت اللي قلناه الاسبوع اللي فات. برضو الديستريبيوتر هذا بيحتاج التوقيت هذا عن طريق الترس راكب على عمود الكام، واخر العمود من فوق بيكون فيه حدبه. الحدبه هذه عباره عن زي شكل بيضاوي نفس عمود الكام، وظيفتها انها تفتح وتسكر سويتش ميكانيكي مصنوع من ماده الابلاتين عشان يقطع الشراره. والاخر العمود هذا في حاجه اسمها شاكوش، الشاكوش هذا عباره عن وصله حديد او وصله معدن، مدخل الديستريبيوتر مغذيها بالكهرباء، والطرف الأخير وهو بيلف بيلمس كل مخرج من المخارج حسب دور كل بسم يشتغل أو حسب دور كل بوجي إنه يشتغل. بمعنى إن النظام هذا مسوي تزامن، الديستريبيوتر مسوي تزامن مع عمود الكام. فمثلا شوت عزل بالنسبة للسلندر رقم واحد يعني محتاج شرارة في سلندر رقم واحد، معنى كده الديستريبيوتر لازم الشاكوش تبعه يلمس السن تبع المخرج رقم واحد، بالتالي أول ما يلمسه الكهرباء هتيجي من الكويل تروح للبوجي رقم واحد يسوي احتراق فيحصل شوط العزل بنجاح. الكهرباء هذه كيف بتتولد وكيف بتنتج؟ بحيث ان احنا عارفين ان الشرارة عشان تتولد هي عبارة عن تيار او فولت بيمشي في الهواء، يعني جهد كهربائي بيمشي في الهواء، فعشان نشوفه كشكل شرارة لازم يكون ما بين 20 ل 25 الف فولت بتيار قليل جدا. بالتالي انا عندي كويل هو عبارة عن ملف مغناطيسي او عبارة عن ملف كهربائي بيحصل فيه مجال مغناطيسي بيكبر الفولت، بس هو عبارة عن كويل واصله 12 فولت مستمر. عشان تطلع شرارة لحد الآن ما هيحصل شرارة، عشان تطلع شرارة لازم الكهرباء هذه تتقطع. بتتقطع عن طريق إيش؟ عن طريق سويتش الأبلاتين اللي قلنا عنه، اللي الحدبة داخل الديستريبيوتر بتسكره وتفتحه فبيحصل نظام تقطيع. نظام التقطيع هذا أصلا ناتج عن إيش؟ إنه في كوندنسر بنشحن من الكويل فبيكون مشحون فل، يعني فل كهرباء، بحيث إن الكوندنسر هذا زي البطارية بس بنشحن بسرعة ويفضى بسرعة، فالكويل بيشحنه بيكون فل. أول ما تنقطع عنه الكهرباء بيحصل الشرارة اللي بنشوفها، بالتالي الأبلاتين هذا بيقعد يقطع في الكهرباء، والشاكوش بيلف يلمس مخارج الديستريبيوتر عشان ينقل الكهرباء للبواجي، بالتالي الكوندنسر بيقعد يشحن ويفرغ يشحن ويفرغ، والتقطيع هذا هو اللي بيسوي شرارات، والشرارة هذه تنتقل حسب الشاكوش لامس اي مخرج. يا رب اكون وضحتها ما عقدتها. برضه يكون في رسم توضيحي يعني يبين اللي انا بقوله اكتر. بعد ما عقدنا النظام القديم نيجي للاحدث شوي، اللي هو بنلغي الديستريبيوتر ونلغي الكويل تبعه ونجيب كويل واحد بياخذ امر الكتروني من كمبيوتر السياره له مخارج بعدد سلندرات السيارة. يعني لو السيارة 8 سلندر بيكون 8 مخارج او كويلين، كل كويل باربع مخارج زي الفورد تبعي. لو السيارة 6 يعني السيارة 6 سلندر كويل هذا بيكون 6 مخارج، لو 4 سلندر بيكون 4 مخارج وهكذا. النظام هذا عبارة عن ايش؟ عبارة عن الكويل نفسه وحساس كام وكمبيوتر، وكل مخرج للكويل له سلك بواجي زي النظام القديم رايح على السلندر. يعني مثلا في الفورد عندي 2 كويل، واحد يمين واحد يسار، كل 4 او كل كويل في 4 سلندر، فبحيث انه 1 2 3 4 5 6 7 8 من كل مخرج رايح على بوجي، مخرج واحد رايح بوجي واحد، مخرج اثنين رايح بوجي اثنين وهكذا. وحساس كام بقرأ إشارات من ترس الكام، لأن ترس الكام عبارة عن مسنن. حساس الكام بيكون عبارة عن مغناطيس، لما يكون قدامه حديد بدي إشارة، لما يكون قدامه فراغ بدي إشارة ثانية. فالكمبيوتر بيعرف وضعية البساتم ووضعية البلوف عشان نظام
التوقيت اللي شرحناه المره الماضيه. حساسك كام؟ اعطى اشاره الكمبيوتر، الكمبيوتر بيشوف فين البستم اللي فيه شوط عزم الحين ويقول لك وين شغل المخرج تبع البستم هذا. يعني بستم رقم 1 فيه شوط عزم الحين، الكمبيوتر عرف من حساسك كام، الكمبيوتر بيقول لك وين افتح المخرج رقم 1 عشان السلندر رقم 1 فيه شوط عزم الحين. فنظام الكويل هذا كان عباره عن كويلات بمخارج متعدده وبيوصل سلك بوجي لكل كويل. اتطور اكثر شويه وصار الكويل نفسه زي ما هو، بدل ما في اسلاك بواجي صار الكويل هو نفسه يركب على السياره زي كويل شفرليه كروز، عباره عن كويل نفس كويل الفورد، بس بدل ما في اسلاك لا الكويل بيركب نفسه فوق البواجي على طول، فما في سلك بواجي. وهذا احسن في ايش؟ احسن في انه نسبه تهريب الكهرباء ونسبه ضعف الشراره بيكون اقل من السيارات اللي فيها سلك بواجي، لان سلك البواجي طويل بتنقل فيه التيار، فبالتالي بيحصل فيه فقد. لكن لو الكويل فوق البوجي على طول بيكون نسبه الفقد. بعد كده اتطور النظام، قال لك لا احنا مش هنسوي كويل له كذا مخرج، احنا نسوي لكل بوجي كويل طالع له فيشه من الكمبيوتر، والكمبيوتر خلاص يعطي كل كويل الامر تبعه عن طريق برضه حساس الكام، حساس الكام مربوط بنظام التوقيت. فبالتالي نفس الكويلات المجمعة الإلكترونية، لكن كل بستم له كويل معين أو كل بستم له كويل منفصل. الموضوع هذا برضو أحسن في أنه لما كويل واحد يعطل أروح أغيره لحاله، مش مخرج واحد يعطل أغير الكويل كامل، أوفر في الصيانة، أسهل في تحديد العطل. يعني أحيانا برضو بيكون عندي تفتفة في السيارة فبدي أعرف من أي كويل، فأرفع الكويل لحاله أشوف الشرارة تبعته، إذا الشرارة زرقة وضعيفة معنى كده الكويل هذا ضعيف، مش شرط يكون مطفي عشان اغيره، ممكن يكون ضعيف بس. اذا الشراره مايله للحمار وقويه او لمعتها قويه، اذا الكويل هذا سليم. برضو انا بشيل كل كويل لحاله والسياره شغاله، الكويل لما افكه لو السياره بترج يبقى الكويل هذا كان شغال فهو سليم، لو السياره ما بترج ولا كانك شلت شيء بالتالي الكويل هذا خربان لازم يتغير. اذا حصل رجه ضعيفه في السياره او تغير يا دوب ملحوظ، اذا الكويل هذا ضعيف. بالتالي كل كويل على كل بوجي احسن في الفقد، احسن في الصيانه، بحيث ان انا خلاص اعرف البستم المعين اللي خربان في الكويل وغير مشكلته او احل مشكلته بدل ما اغير الكويل كله على بعض. من اعطال الكويلات اللي بتسبب تفتف في السياره بتكون جلده الكويل مقطوعه او مشقوقه، فبالتالي بتهرب الكهرباء، فالكهرباء بدل ما تروح للبوجي والبوجي يرميها جوه السلندر، الكهرباء بتتسرب من الجلد بتروح على جدار الماكينه قبل لا توصل للبوجي، هذا بيسوي تفتفه بسبب الجلود. فبالتالي لما تفك الكويل قبل ما تغير الكويل شوف الجلده تبعته اذا كانت سليمه ولا لا. بعض الكويلات ممكن تغير الجلده ويضبط موضوعه، والحركه ان انا الف عليه كرتون بلاش منها مبدئيا. عيب تاني في السيارات الاقدم اللي هو الكويل المجمع ورايح منه اسلاك بواجي، لان سلك البواجي نفسه هو قطعه استهلاكيه فلازم تغيره، لان مع الوقت هو جوه مش نحاس، هو جوه فحم او كربون، فمع الوقت بيفقد خاصيه التوصيل تبعته، بالتالي لازم تغير. ولما تغيره غيره اصلي وبقعد بالسنين، يعني مثلا في الجموس ضمانه 7 سنين، بالفوردات بقعد فوق ال5 سنين، فلا تستخسر فيه لانه هتشتري غالي بس هيقعد معك فتره طويله. احسن ما تشتري رخيص وبعد سنه تشتري مره ثانيه رخيص وبعد سنه تشتري مره رخيص، خلال ال5 أو 7 سنين هتدفع قيمة الأصل وزيادة. أما بالنسبة للنظام الأقدم ممكن يكون عندك عيوب، عيب من الشاكوش نفسه، عيب من الأبلاتين كربن، عيب من أسلاك البواجي، عيب من الوزن، أحيانا لازم توزنه، هو لازم توزنه مش أحيانا، فأحيانا بيكون مع الاهتزازات وزي كده فأخر سنة أو قدم سنة بالتالي يحصل تفتفة. أحيانا بيسموها كهرباء عالية وكهرباء واطية، فبتلاقي إن السيارة بتدي الشرارة قبل ما البستم يوصل لشوط العزم أو بدي الشرارة بعد ما يوصل لشوط العزم، بالتالي بتكون مشكلة في السيارة. النظام القديم مشاكله وزن، اسلاك بواجي، ابلاتين بيكون بكربن، شاكوش بيكون بكربن، المخارج كربنت فمحتاجه تنظيف اللي هو الغطاء الدالكو، في مصر بيسموه اسبيراتير على فكره. فهذه مشاكله. مشاكل النظام الاحدث خلاص صار الكويل الكتروني، ممكن الكويل نفسه يضعف او سلك البواجي صلاحيته تنتهي. النظام اللي بعد كده الكويل لو ضعف ممكن يكون من جلده او الكويل نفسه ضعيف فيتغير، وهذه مشاكل الثلاث انظمه. وهذا اللي عندي اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.